لا تفاني كالقصيدة بلا معاني واحسب الوقت بثواني. المهم فأول خطبة قلت أنا يا أستاذ أول خطبة. المهم وجهز الخطبة واحفظها، قلت ما بيطلع بركة واحفظها كذا وتكتك واطلع الخطبة والقيها بشكل ممتاز ومدحني مدرس ومدري ايش. اليوم اللي بعده خويي ناوي يلقي خطبة، جهزنا الوضع بعد الصلاة خلصنا صلاة، خويي ما قام. قوم خويي ما قام، جيت أنا الواد الفزعة وقوم فليت أحسب الوضع أني قمت خطبة ماضية أنه خلاص بسترسل في الخطبة الجاية واطلع كذا بتكلم عن ليلة القدر. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى والفجر وليال عشر، انتظر ليلة القدر اتذكر، والشفع والوتر والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. ما جت ليلة القدر، الم ترى كيف فعل ربك بعاد. وصلت الصورة قاعد اقرا، قلت والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. جاء مدرس والله، جاء مدرس قال تعال تعال، لا والله جاني كذا مدرس الامام قد صار قال تاتا الموضوع عن ايش؟ قلت ليلة القدر، قال ليلة القدر استريح استريح الله يهديك لا تلقى. اسمع لا والله سالفة جامدة. كنت شكرا سعد، كنت اصلي في مسجد خالي طبعا حي الازارات. ايوه المهم الامام كان يصلي يوم تراويح رمضان. المهم لا جدوا دقيقة سالفة طبعا لا لا عادي عادي خاطي جوا بنجح الدبة لا لا عادي. المهم استقعد على الجزين بس. كان يصلي بالجماعة في التراويح في المسجد، المهم ضيع الآية يا أيها الذين آمنوا يا وساكت الإمام الشاب كفروا رجوه اللي وراء الذي آمنوا واحد ورا قال كفروا الذين آمنوا إيه هذه أيها الذين آمنوا وفقوا. يوم سلم قال له أنا مبليشكم لا أحد يرد علي. توك دايخ أنا وقت بس خلاص ما عليه. توك دايخ بالمسجد وتلا خلاص. أنا صدق والله صلاة الجمعة صلاة الجمعة والله خطأ الإمام وجنبي واحد من أخوياي أخطأ قال خطأ الحمد لله. لا 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 والله ما انسى والله ما انسى فحق والله في الشقة في رمضان. اسمع 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 ابو عبد الكريم في الشقة في رمضان عرفت اسلم عاد استغفر الله. انا قاعد اصلي مجموعه اللي جاء شو اسمه امام لا اللي يشتغلون انتاج ذول ايه المنتجين جاوا اثنين ما وصل هذاك داخل انا ما بيدخل ولا صدق هوا 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 الحياة بلا تفاني كالقصيدة بلا معاني واحسب الوقت